استنكر النائب البرلماني الكويتي وليد الطبطبائي تصويت بلده الكويت لصالح الترشيح الأمريكي ضد الترشيح المغربي في موسكو لتنظيم مونديال 2026. واحتج البرلماني الشهير بتغريدة على حسابه الشخصي بتويتر عقب تصويت اتحاد الكرة الكويتي على أمريكا وطعن المغرب، معلنا توجيهه وتساؤل الحكومة بلاده ممثلة في وزير الشباب والرياضة حول أسباب عدم التصويت للمغرب. وكتب الطبطبائي: نحن في الكويت لا يمكننا تصويت اتحاد الكرة الكويتي ضد ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، وسأقوم بتوجيه سؤال برلماني إلى وزير الرياضة لمعرفة كيف تم هذا القرار الذي يخالف سياسة الكويت الخارجية والداعمة دوما للأشقاء العرب في كل المجالات بما فيها المجال الرياضي. إلى ذلك كتب عدد من كبير من الإعلاميين العرب تعليقات ساخطة على الدول العربية التي صوتت لأمريكا ضد المغرب، وأجمعوا على القول ماذا كان ضر العرب لو صوتوا للمغرب.